السلام عليكم ورحمة الله وجمعتكم مباركة. اليوم في معانا اكسبلور 2014. طبعا كان عنده مشكلة في الشاشة اللمس، هذه الشاشة الوكالة، تم تغيير الشاشة اللمس والآن شغال معنا ما شاء الله. كلها شغالة معنا، هذه الإعدادات، هنا البلوتوث، الهاتف، كلها شغالة معنا برضو، حتى المكيفات بنشغلها، بنقدر نتحكم بها من هنا، بس السيارة طافية الآن. بدي نتحكم حتى بالمكيف من هنا، وكذلك بالمسجل والراديو، كلها شغالة معنا. الرجال اشترك في القناة ومتابعة كل جديد. أخوكم أبو لؤي، 0579937272.